السلام عليكم. أنا اليوم حبيت في كلمتين نعطي رأي في الحاجات اللي قاعد نعيش فيها أنا توا في الدنيا اللي قاعد في الحاجات اللي قاعدة تصير توا. باش نحكي باش نجبد على حاجات شوية شوية. برا نبدو سيدي بحاجة أنا مغلغل عليها يا أخي، يعني مش نورمال. بنات توا، إي نعم بنات توا سيدي، نعطيك أنا نعطيك إي نعطيك بنات توا يا أخويا، حسرة على بنات البنات. توا البنات ولا فيرسيونات؟ ايه البنات توا فيرسيونات، ونقول هاي الكلمة هذه ونعاودها، وفما بنات باش يكرهوني، ثم بنات ما نعرفش انا، اما فيرسيونات. ثم تروا تيب توا تاع بنات تلقى في الفاك توا، حسب الطفلة العاقلة اللي ما تحكيش، اللي تقولها صباح خير شحوالك يا طفلة، نجمو ما نجموش ها؟ من يا بنتي نجم ناخذ من عندك الكور، ولا ما نجمش بمخك؟ ما بلدك ما عادش تحكي معايا انت من هنا لاخر. لا نمرة اثنين، تو الطفلة اللي تحب تحكي مع الولد اما عندها بريجيجي من فوق، اللي هي تقول انا نحكي معه كي تحدى بابا، شاهية وتنكس من الاخر، شاهية وتنكس. ايه تجي تقولها السلام السلام، عندنا كور مات جيستيون وما نعطيكش نمرة يا معلمة. ايه انا جيت باش نسألك على اش نقرو، ما انا قلت لكش لا نمروك. تعدينا الطفلة الثالثة، هذيك الطفلة عرفت تقولها صباح خير اسمي سيوان، نقرو 8:30، عندنا ماتيماتيك تحب نقل لك، ولا جيت نقل بحثنا في الدار خير نمرة 24، وكانت تحب تكلمني بعد نص الليل با ما يبدو راقدين خاطر. ايه ايه ودك السلام بنات جروب بعدنا ما اكثر لا اقل يا شمال. نحسب حاجه اخرى. لا 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 عادي عادي نجول نحكوا شويه على اللي يحبوا يعرسوا تو. قولوا شبيه 60% من البنات تو ما عرسوش، كيفاش باش يعرسوا؟ واحنا كي نشوف الفيديو هذه في التلفزه ولا في اليوتيوب اللي هي سيجارو بعد الفطور خير من نكهة البور. كيفاش باش يعرسوا؟ هذه قالت لك في دارنا نحكو هكا يا معلم، انت اللي باش يشوفك شكون باش يعرس بيك؟ فيقي على وضعك، فيقي يا اخي، عايشة في البلاد تي راسك تقول كانيش، وتقول لي نحب انها ممثلة حشاه ونقولها ونشد نتحمل مسؤوليتي، انا نقول الكلام هذا ونتحمل مسؤوليتي. منين ممثلة؟ منين تشري ساك بمليون وقت ما تشري مليون نشري بيها رساك ونعمل نصيرانس انا؟ هذه حاجة لا ما عليناش ما نكبشوش مع ذيك او تعدد. جو توا نحكو على الكلام الخايب اللي من عند البنات. طفلة قبل تقول قدامها كلمة خايبة طبس راسها وجهها حمار، توا تقول قدامها كلمة خايبة، زيد قول لي يا بنتي راني نحكي، زيد قول لي همان، زيد قول لي وتكبش لك هذه ما تقدرش تقول لك كان اوروبتي بهمك بعيد، هذه ما تنجم تقول لها كان اوروبتي بهمك بعيد. ولا يا معلم يا معلم نحكوا على بنات طول من الدينات، استغفر الله تشوفها تقول كتاب القران ما تعدي، لا حول ولا قوه، تمسها لازمك تتوضا باش تمسها، لازمك تتوضا باش تمسها يا معلم تتعدى. استنوني عاد شريفة بنت الفاضل، مش لعب شريفة بنت الفاضل اسمها يا اخويا مدينة رب، تلقاها عاملة سلسلة هيك ربطتها دين كلها دين سبحان الله دين، هيك السروالة كيف هيك بلاش مستيكار، مش سروال مستيكار، عاملين احنا في دارنا السروالة ذاك نعملوا فيها الذبانة يا معلم، وتقول لك تخزر لي انت لا ولا باش نكور معاك، تتعدى تقول ستا جمعة تلوي مش ستا جمعة مش لعب، شوفها يا معلم ارسانك عندها العجلة اللي منت محلولة، وتقول لي نحب نعرسو. ايه باش تعرسو والدخان يا معلم موضة جديدة طبعا، السي في نتاعها كي تعرس لازم ما تكيفش معلم، انا امي خذي لي واحدة بلا كيف نيريت سليم. طفلة قبل باش تقول لك اعطيني ستيلو 3 ايام ويتخمم،
توا اعطيني شغل نحكو شوية توا زادها على هذا له راجل له مرأة أوتر حاشا شر ترى الله سيدي برا احنا قلنا نحكو عليه مش مشكل. دخلت للفاك السلام عليكم السلام هاي كابت الراس بوب مارلي والاخرى بوب مارلي قال لي هذاك شكون يا معلم بوب مارلي شعره اقسم بالله مش معه كان يدور شويه يشبت به طيور الجنة والله كان يدور راسه شويه يشبت به طيور الجنة هاي كابت شعر باش تنشط فيه قلت له راسك يا معلم مخرطة صباحة ولا جيب له جردين ينظف انت مستقبل البلاد بقى انا ما نحكيش على روحي انا مازلت 20 اما انت 24 سنه مستقبل البلاد لا حتى يا قالش البلاد قلت له يا معلم قالش البلاد ولا تترف حتى يترخ حتى يا معلم تجي في الطلعه وتوقف ما عمل عليك انت دوحي متعدي يمشي شكون هذا رابير ايه رابير ايش يغني اسمه فاش يغني الحب كل حبيت فيك فنان يا مخنوق فنان يا معلم فنان بالله يصحح معك انت يا معلم دادك دادك يا معلم انت تعرف شنو راس مالك من الاخر معناه وعلى الاخر راس مالك خويا تخدم في التوته والله تبيع الشراب خاطر انت من دينتك لجنتك معناها انت مقيسين منك العباد مشيت نعمل في دورة في هيك الحي في نهج في نهج والفاهم يفهم تعديت نتفرج بصاب الشي قاعدة واحد ايش بيك تتقبح انتي ما عجبتكش انا برا قلت له يا معلم انت كتاب عجبني كريت تطلع برا اوه باش لازم نستعمل معك حاجات اخرى قلت له ايش بيك يا معلم مش باش تستعمل اجاني للبيت نقول لك باش نعمل وقال لي كاك يا معلم رعشت انا مشيت وخليت هما اولاد وليدات توا واحد مصاحب صحرا قام زوياه في تحت تحت شجرة ندى صاحبه شوف معاه شريك لي ولا جد تران شعر مشى هو مشى قيس تمشي تاكيش معايا الليلة برا انتي برا قالت لي صاحبتي خاطر كان منجيش تاكيش معايا تتفوه عليك ولا ابوك الكلب كان انت تجي راجل ما عليناش نتعدوا يا ما تضحكوش عليا بالله خاطر انا نعمل في الفيديو هذا عندي مشغول سبحان الله نحب نحب نحكي يا اخويا يحب يسمعني مرحبا لي ما يحبش حاجه اخرى نجو سيدي توا نحكوا على الغناء الغناء في بلادنا بل كنت تدخل القهوه تسمع كام استعمل الاكسبريس يا معلم اسمي قرات توا تدخل تو اوفر معناها تسمع تعمل قهوة تاخد قطوس بلاش انت مستقبل البلاد تغني فيه هذا غناء قطوسي محبوبي محبوبي قطوسي ما غلطش كي قالك السيد حالتنا اصل والله ما غلطش ولا شمس الدين باشا انت منين باشا منين منين باشا 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 باك شعر طويل باك ال ولا بال ما عليناش اي ما عليناش نتعدو سيدي نتعدو نحب نحكي زادة شوية عن البلاد كيفاش واقفة تو كيفاش تمشي هي كيفاش باش تمشي البلاد ما وجاي معناها تو تسمعني فيه غناء كيف هذا
ولا يجيبوا في عباد واحد كان طفل رجع راجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا معلم يا ودي، الدنيا ماشي، الدنيا ماشية التالي، والله الدنيا ماشية التالي. بون الأولاد والبنات، وأنا عملت الفيديو هذا كإكسبيريونس، شجعوني أنتم من بحذاكم وإن شاء الله تشوفوا مني دي فيديو. وكان لقيتوني دخلت ولقيتوني باج انتروفابل، تلقوني بحذا المنقالة لوطة، نهج ستاك 24، نهج في ستاك، نهج 45 لعمة. تحياتي للناس كله، ميرسي.